تمام وإن تأخرت فهي مرحب بها أيضا. سحر الناصر وزيرة التعاون الدولي رفضت الحديث بلغة الأرقام خلال زيارتها للوادي الجديد قائلة مش بحب أتكلم بالأرقام، أنا عايزة أخذ الثواب من ربنا. وأضافت أنه لا مكان لمعنى الدولة الحقيقية دون تحقيق تنمية مستدامة في شتى المجالات. وأكدت أنها تخلفت عن اجتماع مجلس الوزراء لرغبتها في المساهمة بجدية في تنمية الواحات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. وقالت أنها اتفقت مع مجلس النواب لتنفيذ توجهات الرئيس بإعطاء أولويات للصعيد.